نشوف أهم العناوين الخاصة بمباراة الغد في الصحف. الأهرام، أحمد فتحي يثير القلق في الأهلي قبل مواجهة الترجي. العضلة الأمامية تهدد مشاركة اللاعب والجوكر. سألعب ولو بقدم واحدة. الخطيب يحفز اللاعبين. استعادة اللقب الأفريقي حلم الملايين وقادرون على تحدي الصعاب. المساء، الخطيب للاعبي الأهلي حلم المونديال يبدأ من برج العرب. الجماهير تنتظر منكم الفوز غدا قبل موقعة رادس. كارترون، الألقاب لا تعترف بالتاريخ والمنافس ليس سهلا ونسعى لفوز مريح. أسلحة ده الأخبار طبعا. أسلحة الأهلي جاهزة لاصطياد الترجي في أم المعارك الكروية. كارتيرون يهيئ اللاعبين للمواجهة الكبرى وحلم المونديال يداعب خيال الجماهير. الجمهورية، معسكر الأهلي سري للغاية. المصري اليوم، المهمة يا أبطال، أفريقيا للكبار يا رب. الشروق، كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلي في نهاية أفريقيا. الشناوي في حراسة المرمى، محارب جاهز. المفاضلة بين حمودي وجابر ومحاولات لزيادة أعداد الجماهير. الوفد، الأهلي يرصد مكافآت ضخمة قبل موقعة الترجي. كارتيرون اللاعبين انسوا نغمة عقدة رادس والإصابة تطارد فتحي وهشام. اليوم السابع، المكافآت الخاصة مرفوضة في الأهلي قبل نهائي أفريقيا. كارتيرون يواجه بطل تونس بتشكيل ستيف والخطيب يدعم الأحمر والضيوف يبعدون الإعلام عن مقر الإقامة. الأخبار المسائي، طوارئ في الأهلي، كارتيرون يستعين بخطة الاتحاد السكندري لإسقاط الترجي في النهائي الأفريقي. الأخبار المسائي، المدير الفني للأهلي، لا يشغلني اللعب في أي ملعب. روزا اليوسف، خلي بالك يا أهلي، ثعلب الترجي البليلي أخطر التوانسة.